بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الحضور الكريم، ضيوف مصر الكرام، أحييكم بتحية الإسلام في أرض السلام. السلام عليكم ورحمة الله. مبادرة أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية الحوار، تلقفتها المؤسسات الدينية كل في مجاله، وكذلك مؤسسات الدولة، رعاية كريمة من سيادته لهذا المؤتمر. ولذلك اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتوجه بخالص الشكر وتقديري لسيادة الرئيس على هذه المبادرة وعلى هذه الرعاية الكريمة. وفي بداية كلمتي أود كذلك أن أعبر عن شكري وامتناني لوزارة الأوقاف والعاملين فيها من الأئمة والباحثين والعلماء بقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على ما تبذله وزارتكم الرائدة من جهود مشكورة من أجل إيصال صوت الحق والخير ورسالة الوسطية ودعوة التسامح والتعايش إلى العالم كله، ومن أجل القضاء على الأفكار المتطرفة والدعوات الإرهابية البغيضة التي تدعو إلى الصدام وتثير الفتنة بين أبناء الدين الواحد وبين أبناء الوطن الواحد. وإن جهودكم المباركة الطيبة من أجل نشر صوت الاعتدال والوسطية ونشر رسالة التعايش والتسامح كانت ولا زالت قائمة على الرؤية الثاقبة والتخطيط الجيد المتقن والخطط العلمية الدقيقة والمنهجية الصحيحة، وإننا لنلمس ذلك بوضوح في كل جهودكم المباركة التي كانت عونا لوطننا العزيز مصر في العبور نحو مستقبل مشرق وزاهر، والتي أسهمت بشكل فعال في محاربة الأفكار المتشددة والمخططات الإرهابية البغيضة التي لم يكن لها هدف إلا القضاء على هذا الوطن وتقويض دعائم السلم والأمن فيه ونشر الفتنة والخراب في ربوعه المباركة التي حماها الله سبحانه وتعالى بدروع خير أجناد الأرض من رجال الجيش والشرطة والعلماء العاملين الذين حملوا راية الوطن عالية خفاقة وضحوا في سبيله بكل غال وعزيز. السادة الحضور الكرام، لقد استوقفني كثيرا عنوان المؤتمر، فالعنوان على وجازته وقلة ألفاظه إلا أنه يحمل الكثير من المعاني العميقة والدلالات الدقيقة والقضايا الهامة التي أصبح طرحها وبحثها أمرا ملحا وضروريا لأمتنا الإسلامية، والتي أريد لها أي للأمة والتي أريد لها من قيادات ومفكري ومنظري الجماعات الإرهابية، ولفترة كبيرة وليست قصيرة أريد لهذه الأمة أن تحيا حالة الانغلاق والعداء والصدام مع كل ثقافة أو دين أو فكر أو رأي مخالف. وكما أريد للأمم والشعوب أيضا من بعض مفكري الغرب أن تحيا في أوهام الصراع والنزاع وصدام الحضارات. لذا فإنني أرى أن طرح هذا الموضوع الدقيق في هذا التوقيت الحرج وفي تلك الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، أرى بأنه أمر في غاية الأهمية، فقد عانى العالم وعانت الشعوب كثيرا بسبب النزاعات والحروب السياسية، كما أثبتت لنا أزمة انتشار وباء كوفيد-19 المعروف بوباء كورونا كم نحن بحاجة ماسة إلى التعاون من أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش والتعاون والحب والسلام التي هي من أهم سبل البر والتقوى التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما عظم وما أرقى وما أجمل هذا الخطاب القرآني الخالد الذي يدعو البشرية كلها إلى الترابط والتعاون والتعايش والحوار، مع التنبيه على أننا جميعا على تعدد ألسنتنا
وألواننا وأعراقنا وأفكارنا وعقائدنا، نحن جميعا ننحدر من أصل واحد هو آدم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، وجعل غاية هذا الاختلاف هو التعارف لا التنازع والاحتراب، والتعارف هو تفاعل بين طرفين أو أطراف متعددة، وهو يعني أن يطلع كل منا بعمق شديد على ما عند الآخر حتى يثمر ذلك تصورا صحيحا موافقا للواقع، لأن أغلب النزاعات والحروب تنشأ عادة من تصورات خاطئة عن عقائد الآخرين وأفكارهم، أو من تفسير الدين وفهمه من خلال تصرفات بعض الأفراد الذين حادوا عن طريق الحق. فيجب علينا أن نتعامل مع هذه القضية بدقة وعمق وحذر في الوقت نفسه، حتى لا نحمل الأديان والثقافات وزر هذه التصرفات البغيضة التي لا يمليها عقل أو دين بأي حال من الأحوال. السادة الحضور الكريم، إنه من المقرر الثابت كما بينا آنفا أن الدعوة إلى التعارف والحوار مبدأ دعا إليه القرآن الكريم وطبقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة، وكانت المدينة مجتمعا يعج بالثقافات والأديان والعقائد والقبائل المختلفة. والمبدأ الإسلامي القرآني هو أن الاعتقاد قائم على الاختيار وعلى الحرية المطلقة في هذا الاختيار، فلا إكراه في الدين. ومن ثم فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق مع جميع الأطياف الموجودة في المدينة آنذاك، وضع وثيقة المدينة المنورة التاريخية التي رسخت دستوريا مبادئ التعاون والتعايش السلمي والاعتراف بالآخر، واعتبار المدينة وطنا واحدا يسع الجميع وتتساوى فيه الحقوق والواجبات وتحترم فيه الخصوصية الدينية والانتماء العرقي، كما جاء عن سيدنا سهل بن سعد قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية، والمرء كثير بأخيه، إلى آخر الحديث الشريف. السادة الحضور الكرام، إننا إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية بإمعان وإلى حركة التطور والعمران الإنساني، ونظرنا كذلك إلى التطور العلمي والتنامي الحضاري، نجد أن ذلك كله كان نتاجاً جيداً للتعارف الفكري والتبادل المعرفي بين أبناء الشعوب والثقافات المختلفة، وهو ما دعا إليه القرآن الكريم. فالمعرفة بطبيعتها تحتاج إلى عقول متواصلة ومتعاونة في الوقت نفسه حتى تثمر تلك الثمرة التي تعود بالنفع العام على البشرية كلها. ورأينا في واقعنا المعاصر كيف استطاعت دول العالم عن طريق التعاون والتبادل المعرفي والعلمي أن تقلل بشكل كبير من الآثار الناجمة عن اجتياح فيروس كورونا، وهذه النتيجة التي عادت بالنفع والخير على البشرية كلها هي نتيجة حتمية بإذن الله سبحانه وتعالى لكل جهد مبذول في سبيل التعاون ونشر البر والتقوى. ولا يكون ذلك بحال من الأحوال إلا بالحوار بين أبناء الأديان والثقافات والحضارات المختلفة. الحضور الكريم، لقد كان لنا في دار الإفتاء المصرية وفي الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم اهتمام كبير بهذا الملف، وبذلنا فيه العديد من الجهود من الإصدارات والبحوث العلمية، وعقدنا العديد من المؤتمرات العالمية المعروفة والدورات التدريبية، وقمنا بالعديد من الرحلات المتواصلة التي لا تنقطع ولم تنقطع إلى دول العالم، ونحن على تواصل مستمر مع جميع الهيئات الدينية والثقافية
والبرلمانية والدبلوماسية على المستوى العالمي كله من أجل ترسيخ مبادئ الحوار المشترك بين جميع الأديان والثقافات والحضارات. وعلى المستوى المحلي فالتعاون بين المؤسسات الدينية الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف تعاون لم ينقطع أبداً ولن ينقطع إن شاء الله تعالى، والتواصل المستمر وتبادل الخبرات والأفكار وتوحيد الجهود من أجل القضاء على العنف ونشر ثقافة المحبة قائم لم ينقطع بين هذه المؤسسات من أجل مصلحة الوطن ونشر ثقافة السلام في العالم كله. الحضور الكريم، إن هذه القضية الهامة التي اجتمعنا من أجل بحثها ودراستها والتأصيل لها، ألا وهي الحوار بين الأديان والثقافات، أمر في غاية الأهمية. فالعالم الآن في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش ونبذ كل ما يدعو إلى الصدام أو العنف من أجل دفع حركة البشرية إلى طريق الخير والحق، ومن أجل دعم كل الجهود الرامية إلى نشر ثقافة السلام والمحبة بين كل شعوب العالم. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا إلى تحقيق هذه الغاية السامية التي اجتمعنا لأجلها. ومرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما يبذله من جهد ووقت وفكر، وأشكره أيضا على حركة التطوير والتحديث النوعية لوزارة الأوقاف، وهي أحد أهم حصون مصر الوطنية والدينية العريقة. وإن جهود العمل المشترك البناء بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف متواصلة وبناءة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوحد جهودنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.